يا سلام عليك. كم اليوم فاز بكم؟ اي ها؟ شوف يعني نصراوي بحت. ايوه. مرحبا مشاهدي الكرام على قناتكم ديما الجديد الى هذا الفيديو. توج فريق النصر السعودي بكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال بعد انتصاره يوم السبت على نادي الهلال في مباراة نهائية التي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف، وأحرز النصر اللقب العربي الأول في تاريخه بعد تفوقه على الهلال بهدفين لواحد بفضل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفين في المباراة، وقد انتهت المباراة في وقتها القانوني بالتعادل هدف لمثله، واحتكم الفريقان الشوطين الإضافيين التي عرفت تقدم النصر في الدقيقة 98، علما أن النصر كان يلعب من الدقيقة 70 بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه العمري. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لجماهير النصر السعودي وهي تحتفل بالإنجاز التاريخي الذي حققه فريق النصر، وأيضا تداولوا فيديوهات لجماهير من النصر وهي تقلد الحركة الشهيرة للاعب الكبير كريستيانو رونالدو. ويؤدي كريستيانو احتفاله الشهير عن طريق القفز في الهواء وإطلاق كلمة سي عند نزوله للأرض، وهي كلمة إسبانية ومعناها نعم في اللغة العربية. وجاء تقليد حركات رونالدو بطريقة لطيفة أعجبت الجمهور بصورة كبيرة، وسأترككم مع مقاطع لهذه الفيديوهات التي تظهر فيها تقليد حركة كريستيانو رونالدو، وشكرا لكم على متابعة الفيديو، دمتم بخير وإلى فيديو آخر إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله. الله برا يا الله برا. الله برا يا الله برا. يا الله برا يا الله برا. الله برا يا الله برا. الله برا يا الله برا. يا Yo!